ويسأل أيضا يقول: وهل يمكن تعريف الإيمان بأن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح موافق للسنة؟ ما يكون عمل إلا صحيح إلا إذا كان موافقا للسنة. نعم، ما يكون عمل صحيح إلا إذا كان موافقا للسنة، وهو العمل الصحيح هو الذي من الإيمان، أما العمل غير الصحيح فهذا لا يدخل في الإيمان. نعم، هم يقولون فهم قولهم قول وعمل، يعني عمل صالح. نعم.